منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان عبده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله رحمه الله تعالى نفعنا به، يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات، وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدثة للصالة لو حدثت بنفسها الأقوال لاجتمع التساوي والمشحن، ولا محال حدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. أن يجوز في حق الله تعالى فعل ممكناته يجوز عقلا. العلماء علقوا العقل بالنقل لأن النقل لا يأتي بما يخالف العقل، لأن الله سبحانه جل جلاله يخاطب من يقول فلا تعقلوا أفلا تعقلون. لو كان النقل يخالف النقل العقل لما قال تعالى فلا تعقلوا، ولكن أكثرهم لا يعقلون، لكن أكثر الناس لا يشعرون. دائما يعلق الله تعالى المسائل التي يفهمها العقل، لا يعلقها بما لا يفهم العقل، لا. لكن العقل أيضا ليس مستقلا بنفسه، لا يمكن أن يستقل بنفسه، فلا بد له من نقل يوافقه. ولذلك تحكيم العقل دون النقل ضلال، وما بعقل وحده توصل إلى قبيح أو إلى ما يجمل، بل ما بفعله أمرنا فالحسن وضده قاد يقبح ما نصح. فالعقليات لا بد أن تخضع للنقليات، لا بد أن تخضع لها. لكن دائما الناس ما لنا الله تعالى يضلهم بحيث أنهم يقولون هذا لا يوافق العقل، ذلك لا ليس صحيحا، لأن عقولهم فيها شوب وفيها زيغ، فيها زيغ لا بحسب الزيغ، لكن بحسب الزيغ ليس بحسب العقل السليم. العقل السليم لا يخالف النقل أصلا مطلقا، لا يخالف أصلا. نعم، يجوز بحقه فعل الممكنات بأسرها بجميعها، الممكنات جميعا كخلق الخلق وإعدامه، يجوز بحق الله تعالى. ويجوز أن يتركها لا توجد أصلا، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء في هذه الليلة. نعم، بأسرها وتركها بالعدمات، وجوده له دليل قاطع، وجود الله تعالى له دليل قاطع. هذا فقط رد على الملاحدة والذين أعوذ بالله ينكرون وجود الله تعالى، يعتقدون بأننا لا خالق، ويقول الحياة مادة، وأن الله تعالى لا وجود لله سبحانه وتعالى. قال وجوده له دليل قاطع، دليل قاطع ثابت لا يمكن لعاقل أن ينفيه، حاجة كل واحدة إلى الصالح. وجدنا بناء مبنيا جديدا كهذا المسجد وهذا البناء، لا بد أن نقول من بنى هذا البناء العقلية، حاجة كل محدث، كل محدث، كل جديد للصار. هذا هو اللي يستدل به على وجود الله تعالى عقليا. لو حدثت قالوا لا يلزم من وجود هذه الأكوان أن تكون لها خالق. قالوا لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساور قبل وجود الممكنات. العلماء يقول ممكن أن توجد وأن لا توجد، هذا يقول استواء، ولكن الحقيقة كما يقولون أن البقاء على العدم هو الأولى، لأنه إبقاء ما كان على ما كان، فكونه معدوما هذا أولى أن يبقى معدوما من أن يوجد حقيقة، لأن هو مستوي في العقل أن يوجد المعدوم وأن يبقى، ولكن بقاءه أولى لأنه هو معدوم الآن معدوم، فأولى في العقل أن يبقى معدوم لأنه معدوم. لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، لاجتمع التساوي وهو بقاؤها معدوم وإيجادها، ولكن بقاءها معدوم هذا أولى، فكونها حدثت بلا مرجح هذا مستحيل. اجتمع التساوي
والرجحان بلا مرجح اجتمع تساوي وجودها وبقائها معدوما وإيجادها وجودها بلا مرجح الشرحية العقلية، مع أن بقائها معدومة أو لا من وجودها بلا مرجح، لأنها كانت معدومة فكونت تبقى على حالتها أو لا في العقل. فلو وجدت هذه الأكوان بلا خالق كان مجتمعا للتساوي والرجحان، وهذا مستحيل، اجتماع التساوي والرجحان بلا مرجح هذا محال. قالوا لا يلزم من هذه قالوا مثلا هذا العالم لا يلزم ان يكون حادثا، قال هذا غير صحيح، قالوا لهم هذا غير صحيح، قالوا ان العالم تلازمه حوادث، ولذلك قال وحدوث العالم من حدث الاعراض مع تلازم حدوث العالم. قالوا لماذا تقولون ان العالم حادث، لماذا لا نقول انه يعني قديم؟ قال هذا لا يصح جدا، هذا واضح جدا، لان العالم تلازمه اعراض حادثه، وكل ما لازم حادث وجد له من الحدوث لزم له من الحدوث ما له، كل ما لازم حادثا كان حادثا. فكون هذا العالم تلازمه حوادث نراها يوميا ونراها يعني بالثانويات كهذه النجوم التي تلازم السماء فنراها تضيء وتضرب، وكهذه المشارق القمر والشمس والأشياء الكثيرة التي تلازم هذا السماء نراها تلازمه يوميا وثانويات وتضيء، فيكون حادث كل ما لازم حادثا وجب له من الحدوث ما له كسب. وكالإنسان اجتماع وافتراق وأحزان وضحك فرح وحزن، اجتماع وافتراق وحزن وغضب وسعادة ومرض وصحة هذه تلازمه يوميا، يلزم من الحدوث كون هذا العالم تلازمه أعراض حادثة يلزم من ذلك حدوثه. وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم ما هو المثل مع ذلك. لو استحال ممكن أو شباء قلب الحقائق لزوما أو شباء، لو استحال لو كان الممكن مستحيلا أو كان واجبا يعني لازما عقليا لزم من ذلك قلب الحقائق، لأن الممكن هو كان ممكنا، ممكن أن يوجد ولا يوجد، ممكن أن يوجد ولا يوجد، فكونه يجب أو يستحيل يلزم من ذلك قلب الحقائق. فكون الشيء ممكنا وواجبا أو مستحيلا في وقت واحد هذا يلزم منه قلب الحقائق، لأن الإمكان هو استواء الطرفين، والوجوب ثبوت أحد الطرفين، والاستحالة استحالة أحد الطرفين، وكون هذا يلزم منه قلب الحقائق ولا محال. وحدوث العالم والأقناع من حدث الأعراض مع تلازم، لو استحال ممكن وجب قلب الحقائق لزوما وجب ولا محال. وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم لو لم يقل قدامه سكون والتالي ست قضايا لو لم يقل قدامه وصفه لزم حدوثه دوم تسلسل حتم. قالوا ان الله سبحانه جل جلاله ليس بقديم، هذا نقول هذا غير صحيح ابدا، لأنه لو لم يكن قدم وصف الله سبحانه جل جلاله لزم من ذلك الدور والتسلسل. الدور توقف الشيء على نفسه بأن يكون الشيء خالقا لنفسه، فتقدم الشيء على نفسه مستحيل، لا يلزم منه الدور كون الشيء تقدم نفسه، أو يلزم من ذلك التسلسل وهو حوادث لا أول لها، بأن يكون هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وخلق هذا، بناء هذا كل هذا مستحيل، هذا كله رد على الفلاسفة ورد على الطبائع أصحاب الطبيعة والناس الفلاحين، هذا كثير الآن في العالم، هذا كثير الآن ومنتشر في العالم،
منتشر في العالم الإلحاد، والإلحاد الآن كثير بشكل غريب، وسببه هذه المدارس النظامية والجامعات التي يصل إليها المسلمون أبناءهم من الغرب، هي تجعلهم ملاحدة في الكعبة المحرمة. قبل سنة أو سنتين كان يوجد هناك ملحد، هذا كثير جدا، كان يوجد ملحد هابط في الكعبة الشريفة عند بيت الله الحرام، وهو من أبناء الوطن هناك، فقال لماذا تأتي هنا للمسجد الحرام وأنت تعلم أنك ملحد؟ قال هذه روحانيات وطقوس نريح بها أنفسنا في بيت الله الحرام. وهذا كثير في بلاد الحجاز، وكثير في بلاد مصر، وكثير في بلاد العراق، ويوجد الآن في بلاد موريتانيا. الآن في بلاد موريتانيا ويوجد الآن في بلاد، لأن هذه المدارس النظامية هي بريد الكفر، هي بريد الكفر، أحببتم أم كرهتم، بريد أحببتم أم كرهتم هي بريد الكفر. وإذا قال لكم علماء موريتانيا الذين درسوا في المحاضر وغيروا عقلياتهم من المعاهد إنها لازمة وإنها دور من الحياة، فقل لهم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هو عين الغش. وفي حديث مسلم: من غشنا فليس منا. أبا بكر، أنت من سويسرا، أتعلم أن مدارس الغرب وجامعاتهم، أنت أبوك أصله من السنغال وأمك سويسرية، وتعلم أنك تربيت في سويسرا، أتعلم يقينا أن مدارس الغرب التي أسست في موريتانيا وفي السنغال وفي السعودية أنها بريد الكفر؟ صحيح أم لا؟ صحيح. لا يمكن لأحد، لا يمكن لمن في قلبه ذرة من الإيمان أن يشك في ذلك، لكن قد يكون يعلم ذلك ويغش المسلمين. وقد هنا للتحقيق، ليست للتقليل ولا للتكفير، وإنما هي للتحقيق. فمن في قلبه ذرة من الإيمان ويحب المسلمين وقال لهم إن هذه المدارس فيها خير، فليتقي الله سبحانه وليرجع عن قوله، وليقل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لا يمنعنك من الرجوع إلى الحق أنك قلت عكس ذلك من قبل، كما قال رضي الله. لا يمنعنك من الرجوع إلى الحق أنك قد سبق منك خلاف ذلك، فالرجوع إلى الحق حقا، الرجوع إلى الحق حقا، أن تقول الحق وترجع عن الباطل. أبو الحسن الأشعري كان معتزلا، كان من المعتزلين ورجع إلى الحق، ورجع إلى الحق وصار إمام أهل السنة والجماعة. فكون الإنسان كان ضالا، هذا أغلب كثير من الصالحين كانوا من الضالين، رجعوا إلى الحق وصاروا قادة. الفضيل بن عياض كان لصا سارقا يتأصل ويتسلق السقوط، وكان ذات ليلة وذات يوم على سقف وغالب ظن أنه ليل، فسمع قارئا يقول قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم الناس. قال آن لفضيل بن عياض أن يرجع إلى الله تعالى، حان له الآن. واحد شاب بالإسلام
ومن أجل الخمسينات مليون، ومن أجل الستينات مليون، ومن أجل السبعينات، وما زال يعاند ويطلع على التلفاز ويقول للمسلمين درسوا أبناءكم المدارس الغربية ودرسوهم المدارس والمواشر والجامعات، فليتق الله وليعلم أن كفنه يحمله. لبلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 63 سنة بالقمر، وذلك 61 بما تحسبون به الآن، فليتخذ لنفسه كفنا كما قال سفيان الثوري وهو إمام أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث كما قال، فليتخذ واحد يحمل كفنه لا ينبغي له أن يجري المسلمين على تضليل أبنائهم وعلى تكفير أبنائهم وعلى تربيتهم تربية الله. دمار العقل، الدمار العقلي أن يزرع في شباب المسلمين زيغ كامل ويبني الناس لهم مساجد ويقول لهم تعالوا تبرعوا وتعالوا نظموا للإسلام، نظموا للإسلام كيف؟ كيف يجتمع هذا وهذا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ مستحيل عقليا، مستحيل عقليا أن تجعلوا أئمة المسلمين أخذوا شهادات من الغرب، شهادات من الغرب. وهذا الآن هو المعلوم الآن، من لم يأخذ شهادة من الغرب ممن يقلد الغرب لا يعتبر بالمسلمين أبدا، يمكن اتباعه، لا يمكن اتباعه لأحد الآن. من لم يأخذ شهادة من الغرب أو من يقلد الغرب هذا لا يعتبر عند المسلمين الآن فاهما للدين، لا يعتبر فاهما للدين. هذا تلبيس إبليس، تلبيس إبليس. هو الأعراب الماضي فقط بالفطرة، وهذا هو العقل السليم، هو العقل السليم. عندما نظر في هذه التي تحل إلى هو أبسط دليل يكفي الإنسان العاقل. البعر قد دل على البعير وأزر الأقدام للمسير، سبع سماوات لها أبراج ومثلها الأرض لها فجاج، ألا تدل عاقلا على القديم أنه باق سمع. نحن الآن نمشي في الجو، ونتعمق في أوساط أعماق البحور، ونذهب إلى الغرب ونرجع من الغرب، ولا نأتي إلا بما يرضي الغرب. شيء عجيب جدا، نذهب إلى الغرب فنرجع نقلد الغرب. وهؤلاء رجال من البدو، ونعم الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقولها مدحا لهم عشان ذلك. أنتم تقولون على وجه آخر وأنا أقولها مدحا. عندما وصلوا الحضارات الفارسية والحضارات الشامية والحضارات اليمنية غيروهم بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقول ثاقبة ناس لا يكتبونهم اليوم. لو رأيتم كتابة الصحابة قلتم هذا الصبي يتعلم الكتاب. غيروهم وهم أصحاب الحضارات وأصحاب الأبنية وأصحاب الممالك، غيروهم. فسل أكاسرة الفرس الأولى ملك، وسل مرازبة عزوا بأجناد، وسل قياصرة الروم الغلاب، وسل سيف المني يزن والتباع الهاد. سل هؤلاء، لا تنالذهب إلى العرب، هؤلاء سل هوازن، هذا شيء عادي، هذا شيء عادي. سل هوازن يذهبون، هؤلاء العرب، هؤلاء القوميون، سل هؤلاء أصحاب الحضارة الأولى الفراعنة 6000 سنة قبل الإسلام أو أكثر من ذلك، واسألوا الروم، واسألوا الأكاسرة فارس أخذوها جدا عن جد، يخبرك كلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عون من الله مدبوع من الدار، وهي فارس ما فتحت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، غالبها فتح في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والباقي من أبوتيحة في أيام عهام العفار والدابات. يقوم بوسى طاء عندما انتهت المئة الأولى من الهجرة عند خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ما بقي في المعمورة الأرضية ممن يعلم ذلك في ذلك الوقت إلا واللغة الأولى عربية والناس عرب. الناس عرب، الناس هذا فقط من رجال يركبون الإبل ويركبون الخيل ويمشون على الأقدام، يغيرون الحضارات العميقة بماذا؟ بعقلية نورانية مفهومة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى أن يعلموها إلى الأرض كروية أو مبسوطة أو الأعماق الأرض يعني كذا وكذا، لا يحتاجون إلى الجهل الجديد. أنتم تقولون له العلم الجديد، هو إنما هو جهل شديد. وأنا أعيش مع قوم يعلمون ومترجمي من أصحاب الطبيعة، المترجم الذي ترونه الآن، ودائما أقولها له، أقول له فلان أبو بكر أتعلمون أنكم لا تعلمون شيء وهو يعلم ذلك؟ وأقولها لهم عيانا، أتعلمون أنكم لا تعلمون شيئا أصلا؟ لا تعلمون شيئا. والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى هو قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال العلماء: هذا بدل من النفي، وبدل النفي نفي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هؤلاء أكثر الناس الكافرون، أكثرهم الفاسقون، أكثرهم من يقلدونهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا علم ليس بعلم أصلا، علم لا يدلك على الله تعالى ولا يدلك ما يبين. يتمكن الإنسان من العلوم ما تقولون العلوم، أنا أسميها الجهل، العلوم العصرية، فيزداد زيغا على زيغ وشكا على شك. هذا علم، والعلم لا يأتي بالشك أصلا، العلم والشك لا يجتمعان، لا يجتمعان أبدا، شيئان لا يجتمعان، شك وعلم هذا مستحيل. شيء يزيدك شكا. انتم الان واحدكم عندما ينظر في الدروس هؤلاء المفسدون يشك، مسكين هو واحد شك، هم صاروا يقولون لهم لابد من الشك قبل العلم. واحد اعوذ بالله سبحانه وتعالى، ويستدلون بذلك بادله اعوذ بالله انها كفريه صريحه. يقول ابراهيم عليه السلام كان شاكا، اعوذ بالله سبحانه وتعالى. أيضا هو العلم الجديد. فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من الشرك. يقول هذا شك بالله من إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك، يستدلون على ذلك بشيء أسوأ من ذلك أعوذ بالله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم، أنه وقع النبي صلى الله عليه وسلم شك. أشياء كفريات صريحة، كفريات صريحة جدا، كفريات صريحة جدا. وهذا هو اللي أدام إلى انتقاص النبيين، يعني يذهبون بعد ذلك إلى انتقاص النبيين، يعني شيئا فشيئا حتى يأتي كل شيء، ولكن لا شيء أسوأ من أن يكون أصحاب العزم من الرسول يأتيهم الشك، أي وكل رسول أصحاب عزم، هذا أعوذ بالله السميع. كفر صريحة ما كان يأتي إلى المسلمين أبدا، لأن عقائدهم صحيحة والثابتة ومجزوم بها، أخذوها جيلا عن جيل بتربية صحيحة بتوجيه صحيح، فلا يحتاجون هو أي أدلة، ما كان يحتاج أي مسلم، لا يحتاج المسلم في بلادنا كان لدليل عقلية أصلا أبدا، لا يحتاج إلى دليل. أبي الله شك، لا يحتاج أي مسلم من المسلمين في بلادهم لدليل عقلي أصلا كان، خصوصا في بلادكم، لأن ما دخلها الملاحدة، ما دخلها أصحاب الضلال والزيغ، ما وقعت في هذه التلويات التي وقع فيها المشرق أبدا، ما كان أحد من المسلمين هنا يحتاج إلى دليل عقلي. أطفال المسلمين يقرؤون القرآن، يقرؤون العقيدة الشرعية، لا يحتاج إلى عقيدة ابن عاشر، ولا يحتاجون إلى أدلة المقري، ولا يحتاجون إلى أدلة الوسيلة المختار بن بورة رحمه الله تعالى ونفعنا بهم، ولا يحتاجون إلى البراهين، ولا إلى عقائد السنة، لا يحتاجون إلى شيء أبدا. هل تعلمون أي أحد من علماء موريتانيا هنا درس البراهين أو الوسطاء الكبرى؟ أبدا،
لا يدرسها على شيخ، وإنما يتمكن من العلوم عندما يتمكن من 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 عقيدة العقيدة الإضاءة، يدرس الشروح ويتمكن منها، ثم بعد ذلك ينظر إلى أم البراهين فإذا هو أمر أوضح من الشمس عنده. لا ترون عالما من موريتانيا ممن أدركناه كشيخنا المراد الحاج وابدالي درس أم البراهين، ولا الوسطى ولا الكبرى ولا أي شيء أبدا أبدا. إليكم أمر أبدا أبدا، ولكنكم إذا أتيتم بأم البراهين فيقول لكم هذا وهذا ويدرسها بسهولة، لأنه قلب نظيف قرأ كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرس المتون المتداولة في عصره. فإذا أتى لأم البراهين فإذا هو عنده من البراهين ما يكفي أم البحر، سهل جدا، هذا شيء واضح جدا، لأنه تعلم بأسلوب صحابة، يعني قوم درسوا على منهج الصحابة. أنتم موريتانيا هنا كنتم على منهج الصحابة، وهذا ليس من الفخر. كنتم على منهج الصحابة، قوم يدرسون المتون البسيطة ويتربون بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج صحيح. فإذا تعلم منهم الأذكياء وصاروا علماء، فإذا ذهبوا إلى بلاد المشرق يقول لهم تعالوا، وهذا عن يقين، تعالوا تعالوا نعطيكم العلم الصحيح، أنتم قرأتم أم البراهين وقرأتم كذا وقرأتم كذا وقرأتم كذا، تعالوا إلى رجال درسوا منهجا صحيحا، وكل واحد منهم ما يمكن ان ينكرها، لا دوله تنكرها، لا مصر ولا العراق ولا الحجاز ولا اي دوله ولا المغرب. انظروا الى تاريخ الولاه، فانه اخذ من هنا واخذ شمال موريتانيا ونزل المغرب ونزل مصر، وما من علماء حتى الاسكندريه في ذلك الوقت عندما جاء جاء إلى بيته ما نزل أصلا، ما نزل من مدرستهم، قالوا هنا عالم شنقيطي محمد يحيى الولاتي عليكم به. فأخذ العلماء وطلاب العلم في الأسكندرية ذهبوا إليه في البيت الذي نازله، وامر سيدي عبد الله بن الحاج بن عبد، وامر محمد أخو من التلاميذ والمجيدي وأمثالهم، ما جاء واحد منهم أبناء من ميابة، أما ذلك لا يحصون، كل ما يأتون إلى قرية وإلى دولة يقول السلام عليكم، انزلوا لهؤلاء العلماء واطلبوا منهم، ومن عارضهم وقع في الفضيحة، لأنهم تربوا على منهج صحابي، متون تقرأ وأذكياء يتولون الأمر، ومن ليس بتلك المنزلة يعبد ربه. الأمر عادي، والله تعالى كما قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، قال الإمام مالك العلم رزق، والله تعالى يقول الله فضل بعضكم على بعض، دولة بعضها أذكياء وعنده العلم، والآخرون يعبدون الله تعالى يحفظون القرآن ويدرسون متن خليل ويدرسون مثلا ابن عاصم بن مساغ ويدرسون، ولكنهم ليسوا بعلماء، ليسوا الى تلك الدرجه التي هذه الاستوائيه التي تريدونها الان، هي التي افسدت المشرق وافسدت المغرب، والمغرب اعلمكم اهله، واهل المشرق اعلمكم، واهل مصر اعلمكم، هذه افسدهم، هذه الاستوائيه التي تريدونها الان، هذا الذي تريدونه الان الاستواء، والذي افسد عقولكم تريدون الناس كلها أن تعلم الأدلة وأن تعلم أن تكون علماء، هذا ما فعله الله تعالى، ما حكم الله تعالى، الله تعالى قادر عليه ولكنه قدر وما شاء فعل، أي مشكلة كبيرة جدا تعانون منها، وهي التي أضلت العالم الإسلامي قبلكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على علمي بعد علمي بعد الناس لا يستريح مع هذه البحوث، ولكن ضروري عندنا، لان عندنا كثير من المشاكل، عندنا كثير من الضغوط، ونريد ان يتلافنا بعض منهم في الغرابه الان ان يثبتوا على هذا، لدى الاسلام غريبا وسيعود غريبا،
كما بدأ الخطوبة للغرباء من يريد أن نثبته من هو غريب الآن على غرابته حتى يموت وهو مسلم، ولكن الأكثر للأسف يعني ضاعوا للأسف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلم عبادائه وعلى عفو عباده قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نخشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلوب لا تخشى ومن نفوس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بك من شر هذه الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن نفوس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعمة وتحول العالم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعمة وتحول العالم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعمة وتحول العالم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال وتحول عافيتك ومجادك. اللهم صرف قلوبي صرف قلوبنا على طاعتك. 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 يا مقلب القلوب آمين آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغجعه الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد أقطار الأبطال وعدد ورق الأشجار وعدد ما أغمى عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء ولا أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمالنا وآخرها أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يا ربنا يا ربنا بحق أسماء يا ربنا بحق الأسماء عزنا في الأرض والسماء. 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 وعلم القدر على الدنيا بقدرها عندك واسقنا رحيق سرها وعافنا بحمل البلاء وعافنا بحمل وعافنا بحمل وعافنا بحمل البلاء وأولنا الشكر على الآلاء والنصر عادلا على الأعداء يا تنجيب وهب لنا بها لدى الولية خاتمة الحسنى هي الولية وهب لنا بها لدى الولية خاتمة الحسنى هي الولية يا ضيطا طيب سلم صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ابنك مصطفى صلى الله عليه وسلم الشوق يا ربي يا ابنك مصطفى ورسولك صلى الله عليه وسلم وبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومثال على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.